السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم اخواني في الله؟ النهاردة معانا بقى الحكم الثاني من احكام النون الساكنة والتنوين، وهو ايه؟ الادغام. في البداية كده هنعرف يعني ايه ادغام، هنعرفه مرتين في اللغة والاصطلاح. في اللغة هو الادخال، يعني بدخل حاجة في حاجة. طيب في الاصطلاح هو إدخال حرف ساكن في حرف متحرك، بحيث لما نيجي ننطقهم يبقوا كأنهم حرف واحد مشدد. وطبعا الحرف المدغم عندنا هنا هو النون الساكنة أو التنوين، يعني لو حرف النون جه بعده حرف من حروف الإدغام بندخل حرف النون في حروف الإدغام دي كأنهم حرف واحد. حروف الإدغام عموما كلها إيه؟ مجموعة في كلمة يرملون: الياء، الراء، الميم، اللام، الواو، النون. فلو وقع حرف من الحروف دي بعد النون الساكنة أو التنوين يبقى واجب الإدغام، واجب إن احنا ندغم النون أو التنوين فيهم. تمام. الإدغام بقى ليه قسمين، أقسامه يعني مقسم لقسمين: إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. هناخد القسم الأول كده نتعرف عليه. القسم الأول هو الإدغام بالغنة، ده حروفه كام حرف؟ 4 من الستة اللي قلناهم فوق، مجموعين في كلمة ينمو، يعني الياء والنون والميم والواو. لو جه حرف منهم بعد النون الساكنة بيجب الإدغام، وبيسموه إدغام بغنة. ليه؟ لأن بيحصل كده لحظة من التغني وقت الإدغام، زي مثلا قوله: من يقول، من يقول، من نعمة، من نعمة. ماشي، حصل هنا تغني في الحروف في الحرف، وبيسموه كمان إدغام ناقص. ليه؟ لأن وأنا بدغم بيحصل إلغاء لحرف النون نفسه، يعني بيبقى كأنه مش موجود، بس بتفضل صفته، الصفة بتاعته اللي هي الغنة، النون، نون، بتفضل الغنة دي موجودة بس الحرف نفسه بيتلغي. فده بيمنع من كمال الإدغام، يعني الإدغام ما بيبقاش كامل، والتجديد برضو بتاع النون ما بيبقاش كامل، عشان كده بيسموه إدغام ناقص. طيب ندخل على القسم الثاني اللي هو الإدغام بغير الغنة، ده بقى له حرفين اتنين بس من الباقيين من الستة، وأكيد انتوا عرفتهم اللي هما اللام والراء. طيب الإدغام ده بيحصل من غير غنة، بيدخل حرف النون في اللام أو الراء بس بنلغي الحرف وبنلغي صفته، يعني لا بيكون لا في غنة والحرف كمان مش موجود، عشان كده بيسموه إدغام كامل. أنا كده أدغمت إدغام تام، زي مثلا إيه؟ غفور الرحيم، غفور الرحيم، من ربهم، من ربهم، ما قلتش من ربي، لا من ربهم، دخلت الموضوع كله في بعضه. تمام. لو لاحظنا هنلاقي الأمثلة لكل الأمثلة اللي قلناها كلها من كلمتين، يعني كل الأمثلة اللي قلناها للنون الساكنة، يعني مش هتلاقي حرف نون ساكن وراها حروف إدغام في كلمة واحدة. ماشي، ده بيحصل إيه؟ بيحصل في كلمة واحدة بس ما بيكونش اسمه إدغام. يبقى شرط حدوث الإدغام للنون الساكنة إنها تكون في نهاية الكلمة وبعدها يجي حروف الإدغام في كلمة تانية، بس ما ينفعش يبقوا في الوسط. ولو جات النون الساكنة في وسط الكلمة ووراها حرف من حروف الإدغام، في اللحظة دي بيجب إظهار حرف النون، وبيسموه الإظهار المطلق. اسم مطلق ليه؟ علشان مش مقيد بقى، يعني هو بيظهر، لا بيخرج من الحرف من الحلق ولا بيخرج من الشفة، هو بيظهر. يعني زي هقول لكم الكلمات دلوقتي وهتلاحظوا الفرق. هما أصلا 4 كلمات في القرآن كله، زي إيه؟ الدنيا، دنيا، يعني موضوع ما بقاش مقيد بحاجة، النون بتظهر عادي بتلقائية بطبيعتها، لا بتغنى ولا بعمل أي حاجة من الحاجات التانية. كلمة بنيان، كلمة صنوان، كلمة قنوان، بيظهروا عادي جدا، إظهار مطلق، مفيش غيرهم، نعرفهم لوحدهم كده، وحكمهم الإظهار المطلق لحرف النون لوقوع حرف من حروف الإدغام بعدها في وسط الكلمة لا آخرها. ده اللي بيحدد لك ليه هي أظهرت ما أضغمتش، إن هي جت في نص الكلمة ما جتش في آخرها. تمام. إيه بقى الأسباب اللي بتخليني أضغم النون أو الساكنة أو التنوين في الحروف دي؟ 3 أسباب. تمام. أول سبب هو التماثل،
يعني حرفين زي بعض متماثلين متشابهين، ده بنلاقيه في إدغام حرف النون في النون. مش احنا عندنا من ضمن حروف الإدغام حرف النون، لما نضغم حرف النون في النون ده بيبقى اسمه حرفين زي بعض، فبيبقى اسمه التماثل. سبب الإدغام هنا تماثل الحرفين. تاني سبب هو التقارب، ده بنلاقيه في إدغام النون في باقي حروف كلمة يرملون، الواو والياء والميم والراء واللام، الحروف المخارج قريبة من بعض، عشان كده السبب هو التقارب. تالت سبب التجانس، بس ده المذهب مش كل المذاهب، ده على مذهب الفراء ومن وافقه على مخارج الحروف. قال ايه؟ ان التجانس بسبب ادغام النون الساكنة في الراء واللام، انهم من جنس بعض. يبقى التلات اسباب هم التماثل والتقارب والتجانس. طيب ايه فايدة الادغام؟ فايدته هي التخفيف. ليه؟ لان الحرف المشدد بيكون عبارة عن حرفين، واحد ساكن وواحد متحرك، وبننطقهم كأنهم حرف واحد، فبننطقهم بنطبقهم على الحرف المدغم هنا النون الساكنة والحرف اللي بعده متحرك، بنطقهم كده كأنهم حرف واحد، كأنهم حرف واحد مشدد. تمام. في نهاية كلامنا هنقول قول صاحب التحفة: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان قسم يضغما فيه بغنة بينمو علما، إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا. والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم قررناه. وبس كده وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لنا لايك وكومنت، تسيب في رأيك وتشيره لغيرك لعله يستفيد، ولا تنسونا من صالح دعائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.